قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن عبدا أصاب ذنبا فقال: يا رب، إني أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال له ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فغفر له. ثم مكث ما شاء الله، ثم أصاب ذنبا آخر، وربما قال ثم أذنب ذنبا آخر، فقال: يا رب، إني أذنبت ذنبا آخر فاغفره لي. قال ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذه به، فغفر له. ثم مكث ما شاء الله، ثم أصاب ذنبا آخر، وربما قال ثم أذنب ذنبا آخر، فقال: يا رب، إني أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فقال ربه: غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. نعم، هذا الحديث العظيم يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن عبدا من عباد الله أصاب ذنبا، وهذا العبد قد يكون في الأمم السابقة وقد يكون في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الله تعالى أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن عبدا أصاب ذنبا، وهذا العبد إما أن يكون في عصر النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لم يرد التصريح بذلك لا باسمه ولا بعصره، أو يكون ممن سبق. وفي الغالب أن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر عن الأمم السابقة ويضرب لهم الأمثال. هذا العبد أذنب ذنبا فقال: يا رب، إني أذنبت ذنبا فاغفره لي، يعني تاب إلى الله عز وجل، تاب إلى الله، أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فغفر الله عز وجل له. ثم عاد ثلاث مرات يقع في الذنب ويتوب، فقال الله عز وجل في آخر الحديث، قال الله جل وعلا: فقال غفرت لعبدي فليعمل ما شاء، فليعمل ما شاء. والمعنى أنه ما دام يتوب فليعمل ما شاء، وليس معنى الإقرار على الذنب كما يعني يظن أن هذا هو معنى الحديث، لا، إن من الناس من يعتقد بأنه ما دام أنه في المرة الثالثة قال اعمل ما شئت يعني في المعاصي، هذا غير صحيح. والمعنى بأن ما دام أنك تعود وتتوب إلى الله عز وجل فاعمل ما شئت، هذا هو المعنى.